أهلا بكم مشاهدين الكرام في مساء وعام جديد يجمعنا بكم على الخير والمحبة، وكل عام والجميع بألف خير. ولا يسعنا بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد إلا أن نرفع أسمايات التهاني والتبريكات للجميع بهذا العام الجديد. نعم، وطاب مساءكم، وكل عام والكويت حكومة وشعبا بألف خير وأمن وأمان، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ولا ننسى أيضا أن نبارك لأمتنا العربية والإسلامية، وإن شاء الله يا رب عام يكون خير ومحبة وسلام لتحقق فيه كل الأمنيات والآمال وأيضا الطموحات. نعم طبعا، ها نحن وإياكم اليوم نقف على أعتاب عام جديد وأصداء رحيل لعام مضى بكل ما حمله من آمال وآلام، ليستقر في ذاكرة الأيام وذمة التاريخ. فكل واحد منا يحمل في ذاكرته وفي نفسه الكثير من الأمنيات والطموحات التي يسعى لتحقيقها. ونحن في عام جديد ندعو الجميع أن يكون ذو عزيمة من أجل سنة جديدة مليئة بكل شيء جميل. نعم، وبين عام جديد وعام أيضا مضى، ندعو نستخلص أيضا الدروس ونستلهم العبر ونصحح أيضا المسار، كي لا يصبح الغد أمسا آخر، وحتى نحقق في عامنا الجديد الكثير من التطلعات التي نأمل أن تكون بعام سعيد علينا جميعا. ورسالتي لكم في بداية هذه السنة، كونوا دائما على قدر الطموح والعزيمة، فالآمال لا تتوقف. أكيد عبد العزيز، فالحياة ليست مجرد مسافات وأنفاس نقطعها من عمر الزمن، بل إنجازات تنطق بها أبعاد التاريخ والمكان والزمان والحدث أيضا، فأنت من يحدد المسار في هذا العام الجديد، ونحن من يختار شكل النهاية. إذا الطموحات والإنجازات في وطننا الغالي الكويت ما تتوقف، راح نكون في نبذة عن بعض الإنجازات التي تحققت في العام الماضي 2022، ونعود لكم مرة أخرى. بين عام مضى وعام جديد، والكويت وزارة الإعلام خلال سنة 2022 على دراسة وتقييم هيكل قطاعاتها بما يواكب التطورات الإدارية، فضلا عن اتباع الوزارة مسار الاستثمار في رفع كفاءة العاملين إداريا وفنيا، وأيضا توفير فرص التدريب والتعليم لمواكبة التحديث والتطور بواقع تدريب 385 موظف عبر 45 دورة متنوعة، وهذا جزء من باكورة أعمال وإنجازات لوزارة الإعلام. أيضا حرصت وزارة الإعلام على مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم الاتصال والإعلام من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والإنشائية والفنية التي تعزز من بنيتها التحتية، عبر إنجاز مشروع الألياف الضوئية بنسبة 100%، وهذا يعزز مفهوم العمل الاستراتيجي الذي انتهجته وزارة الإعلام في عام 2022. خلونا نشوف بعض إنجازات وزارة الإعلام.
وزارة الإعلام إنجازات يستند إلى حوكمة الممارسات وفق مؤشرات وإجراءات كان لها الأثر الكبير في النتائج المحققة في مشاريع الوزارة لسنة 2022، حيث تم انتهاج سياسة خفض المصروفات بالإضافة وتسوية الأمانات بنسبة 65.9%، وهي نسبة غير مسبوقة في السنوات المالية الماضية، ولاقت استحسان الجهات الرقابية في الدولة. وفي وزارة الإعلام خلال عام 2022 تم تعظيم الإيرادات، فقد تم طرح 10 مزايدات بقيمة تتجاوز 9 ملايين دينار كويتي كإيرادات للوزارة، وتقليل عدد البرامج التلفزيونية لدورتي يوليو وأكتوبر لعام 2022، وذلك لضبط الجودة وتقليل المصروفات واللي وصلت إلى 200 ألف دينار كويتي في هذا البند، فضلاً عن تنفيذ أوامر تشغيل لجميع قنوات قطاع التلفزيون وقطاع الأخبار والبرامج السياسية، مع تشكيل فرق عمل ولجان، وذلك لتمكين القدرات وللمتابعة والتنسيق والتقييم وحوكمة الإجراءات وإعداد دليل استرشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية إلكترونياً، بالإضافة إلى إنتاج 21 دليلاً إجرائياً للصيانة والتشغيل والطوارئ لجميع الإدارات الهندسية، والعمل على تعديل مشروع القرارات الوزارية الخاصة بالتلفزيون والإذاعة والمطبوعات، بالإضافة إلى رصد القنوات الفضائية الكويتية الخاصة المرئية والمسموعة بواقع 14612 برنامج تلفزيوني وإذاعي، وتنفيذ أكثر من 10741 جولة لإدارة تفتيش المطبوعات. يسعدنا صراحة هذا الإنجاز، ويسعدنا هذا الجهد والاجتهاد من وزارة الإعلام، لأن إحنا جزء لا يتجزأ من الإعلام ووزارة الإعلام في دولة الكويت، فعلا عملوا بكل جهد لهذا الإنجاز، وإن شاء الله مثل ما يقولون الخير بقبالك. الخير بقبال، والقادم دائما نقول أفضل. إحنا طبعا نثني على جهود طبعا جميع العاملين في وزارة الإعلام، ممثلين من المسؤولين وأيضا العاملين في هذا القطاع الحيوي الجدا مهم، لأنه يعتبر هو من القطاعات الحيوية في الإعلام، هو اللي يصنع العزيمة، الإعلام هو يصنع الهمم، الإعلام هو طبعا توجيه رأي عام ونقل الخبر. صحيح طبعا، ونفخر بهذا الإنجاز، ومثل ما قلت لك إن شاء الله في تطور مستمر يدا بيد أكيد لترتقي الكويت بأبنائها. نعم أكيد، وإحنا طبعا مشاهدين الكرام من خلال برنامجكم مساء الخير الكويت دائما نسعى دائما إلى إطلاعكم كل ما هو جديد في ديرتنا الغالية الكويت. شفتوا قبل قليل طبعا هذا التقرير اللي يمثل طبعا باكورة الأعمال اللي قدمتها طبعا الأيادي الجميلة اللي تعمل على قدم وساق في وزارة الإعلام، من خلال طبعا الإبداعاتهم وإنجازاتهم أيضا أعمالهم السنوية. بالتأكيد يا عبد العزيز. مشاهدين الأعزاء راح نطلع فاصل ونرجع لكم، لا تبعدوا. ضيفنا القادم علي دشتي، مستشار في تطوير السلوك الفردي والمؤسسي، والحديث حول أهمية التخطيط وتحديد الأهداف في العام الجديد. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم مساء الخير الكويت. وفي بداية السنة الجديدة كثير من الناس تبدأ بتحديد أهدافها مع بداية كل عام، وتكون انطلاقة جديدة لهم نحو التميز وأيضا المثابرة. زميلتي ورود، بالتأكيد بداية النجاح والتميز لأي عمل لازم يكون تحديد الهدف واضح بخطوات مدروسة، وإن شاء الله سنة 2023 تكون سنة تحقيق الأهداف والطموح. ولكن شلون نبتدي في تحقيق أهدافنا وما هي الخطوات الصحيحة؟ راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذ اللي منورنا اليوم بالاستديو علي دشتي، مستشار في تطوير السلوك الفردي والمؤسسي. أهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بخير، ويا هلا ومرحبا بتلفزيون الكويت، ومساء الخير يا كويت. يا مرحبا فيكم، ومساء عليكم وعلى السادة المشاهدين، وشكرا للاستضافة. حياك الله وأهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بألف خير. نرحب فيك اليوم من خلال برنامجنا في أولى حلقات في السنة الجديدة. احنا عندنا الحين 365 يوم جايين بالطريق، احنا بنجهز لهم الحين، وعندنا طبعا أسابيع متعددة. طبعا كل سنة أي شخص فينا حاب أن يحقق أهداف جديدة، مثل ما نقول تو دو ليست، نجهز حق سنة جديدة. شلون أهمية أن أنا أحقق أهداف جديدة في عام جديد من وجهة نظرك؟
نعم طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم وأرحب فيكم مرة ثانية وحياكم الله. غالبا يعني هذا السيناريو يتكرر كل سنة أن شنو أهدافنا للسنة الجديدة وشنو نبي نسوي. فهني بس أنا أطرح أول شيء سؤال، هل الأهداف محصورة فقط في بداية السنوات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اللي تفضلت فيه عبد العزيز وأتوقع سؤال وايد مهم، شنو أهمية تحديد الأهداف؟ يعني إلى أي مدى مهم أن والله يكون عندي أهداف محددة في حياتي؟ فهني أنا أسأل سؤال، تخيلتوا مرة وأنتوا يعني تبون تطلعوا من البيت، طلعتوا بدون لا يعني تكونون مقررين أو محددين وين بتروحون؟ أي. ولا أول شيء نفكر عادة نحدد الوجهة والطريق. يا سلام عليك. بعد ما حدد الوجهة راح أعرف والله الشارع اللي وديني حق هذه الوجهة. صحيح. وأيضا شنو اللبس المناسب اللي ألبسه. نعم. إذا أنا رايح مكان عملي أو رسمي أو مثلا الجيم فأخذ الملابس المناسبة حق المكان اللي أنا رايح له مثلا. أي. فبالتالي إذا أنا عرفت أهدافي راح أعرف يعني الوسيلة لتحقيق هذا الهدف. صحيح. اللي هي الغاية. فشيء مهم جدا أن أنا لا أضيع وقتي بالحياة. أي. أمشي وبس، أروح طريق يمين طريق يسار، وأنا ماشي ممكن أدخل في أهداف الآخرين. حد دائما نقول إذا ما كان عندك أجندة في حياتك راح تدخل ضمن أجندات الآخرين. صح. إذا ما عندك أهداف راح تدخل ضمن أهداف الآخرين. فهني يبدي موضوع التشتت والضياع، والإنسان ما يبي يضيع وقته جد. هذه من ناحية أهمية تحقيق الأهداف. سالفة أنه والله كل سنة أهداف جديدة، خلنا نتعرف على تقريبا تقسيمة الأهداف. إحنا عندنا أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، متوسطة. نعم. وطويلة. نعم. ثلاثة. يا سلام عليك. ثلاثة. القصيرة المدى اللي هي up to one year، يعني خلاص وذن سنة أنا خلاص محقق هذا الهدف. بالضبط. مثلا أبي أنزل لي مثلا شوية كم كيلو، أبي أحسن جودة حياتي الصحية إلى آخره، أبي أحقق مثلا بعض الدورات التدريبية، أبي أقرأ لي كم كتاب. هذه ما تأخذ لها أكثر من سنة، يعني خلال سنة ممكن أحقق. اللي نتكلم إحنا ممكن حتى أيام أو أسابيع. نعم. أبي أترك عادة مثلا من العادات اللي سيئة. بالضبط سيئة. نعم. مدخن أبي أترك التدخين. كذلك ما يبي لها أكثر من سنة. إنزين. الأهداف اللي عندنا من سنة وفوق اللي يسمونها متوسطة المدى، يعني من سنة إلى خمس سنوات. تمام. مثلا خلصت الباتشلر أبي أكمل ماجستير. أبي أخطط لتأسيس مشروعي الخاص. نعم. سايد بزنس أو مثلا إذا بطلع من وظيفة مثلا. أوكي ما راح يأخذ من سنة لأكثر من خمس سنوات. من خمس سنوات وفوق تبدي الأهداف البعيدة المدى. نعم. وحسب دراسات علم الإدارة والقرار بأن الشركات والمؤسسات الكبيرة اللي عندها أهداف كبيرة طويلة المدى يتم تحقيقها بنسبة 170%، يعني أكثر من 100%. فهذه من أحد هذه أهمية تكون يعني تحديد الأهداف. هذه مثل ما هو تفضل زميلتي ورود، يعني فيها لازم حسبة، فيها حسبة، فيها اجتماعات. صحيح صحيح. طيب مثل ما قال عبد العزيز وحضرتك ذكرت، معناته أفهم من كلامك أن التدوين جدا مهم، يعني رزنامة رسم المستقبل لابد الكتابة فيها، taking notes. yes. صح ولا غلط؟ يعني yeah. ممكن الشخص يقول أنا في هذا التاريخ لازم أكون أنجزت، في هذا التاريخ لازم أكون وصلت حق مثلا جزء من الهدف، في هذا التاريخ لازم أكون حققت الهدف. هل هذا شيء جدا مهم أو يساعد في الخطة المستقبلية سواء على المدى القريب أو المدى البعيد؟ 100% ورود. الدراسات بناء على التجارب تقول بأن الأهداف المكتوبة يتم تحقيقها بنسبة 80% وفوق. جميل. لاحظوا حتى يعني ما يخالف هذا شيء، يعني تمرين سريع حق السادة المشاهدين، بعد جربوا اليوم قبل لا تناموا نحطوا تو دو ليست ثلاث أشياء. أيه. أشياء عادية حتى لو حق باكر، حق باكر بروح الجمعية بدزها الإيميل بدك تلفون مثلا، شيء بسيط ببالي. أيه. بس كتبوه سيتم إنجازه بشكل أكبر من الأهداف اللي إحنا ما كتبناها. لأن أنا برمجت عقلي اللاواعي أن أنا ترى بسوي كذي وكتبته. فسالفة التدول لست حق الأهداف الصغيرة جدا، أو إحنا ما نسميها أهداف نسميها مهام. مهام هي تاسك. تدوز هي لست يعني تاسك. باكر بسويها زي. فبالكم بالأهداف اللي أبيها في حياتي. كتبوها. هذه ممكن الآن يعني يمكن خلصنا فترة الامتحانات، بس حق الطلبة بعد نقول لهم
أنا دائما أقول حق الطلبة قبل الامتحانات اكتب الجريد اللي تبي تجيبه بالمادة. بالمادة. جميل. فالطريقة غير مباشرة. يعني. نعم نعم اكتب هالمادة أبي أي وراح تصير. أنا عندي تجربة شخصية أنا ما قاعد أقول شيء إلا. نعم. لا في تجارب عليه. 100% أن الشيء اكتبه اللي أنا أبي أسويه اكتبه فنعم هذه 100% صحيح. زين إحنا الحين تكلمنا عن الأهداف قصيرة المدى والمتوسطة وأيضا بعيدة المدى سواء كان للأفراد وللمجتمع. الحين أنا الحين في بداية سنة جديدة الحين هذا أول أسبوع. إذا شنو هي الأهداف اللي تكون دائما في بداية السنة؟ يعني دائما واحد يقول إذا أنا بسوي رياضة هذا تأخذ معي يعني السنة كاملة، بس أكو بداية الشهر لازم يكون في تجهيز معين حق بدايات جديدة. شنو تنصح؟ بشكل عام أنا أنصح أن الواحد يقعد مع نفسه أول شيء، لأن هو يعرف هو شنو يبي، هو يعرف شنو اهتماماته. إحنا مع الأسف نقعد وايد مع الآخرين، نسمع وايد من الناس بس ما نسمع أنفسنا. إحنا شنو نبي، شنو نبي نحقق. اللي أنصح فيه بشكل عام ما في هدف معين إذا يعني نبدي فيه السنة يكون حلو. الهدف الحلو بداية السنة هو التخطيط للسنة هذه. نعم. أن الواحد يخطط حق السنة. نعم. يعني لا تمر علينا السنة بدون لا إحنا مخططين. أعطي مثال جدا بسيط. تفضل. أكيد سافرتوا. نعم. هل معقولة واحد يسافر بدون لا يحط له بلان حق السفرة؟ لا ما يصير. مستحيل. مستحيل. وهي السفرة كلها تقريبا ساعات تكون أسبوع 10 أيام أسبوعين. إذا إحنا نخطط حق أسبوعين كل يوم بروح مكان الصبح بطلع هالطلعة ثاني يوم بروح أوتلت اليوم الفلاني بروح الحديقة الفلانية نخطط ساعات حتى باليوم ما نضيع دقيقة نقول أنا مسافر أبي استانس صح عدل ولا زين فما بالكم سنة كاملة واحد ما 300 وشوي يوم يخليها كذي على البركة. لا حلو أن الواحد يخطط غالبا إحنا نحط مثلا أهداف على مستوى مثلا طلعت الويكند نخطط لها سفرة الصيف نخطط لها أوكي تمام بشتري هالشغلة عجبتني هالجنطة هالساعة جيد. طيب ليش التخطيط دائما يكون حق أشياء مادية؟ هذه النقطة أستاذ علي، ليش ما نخطط حق الأشياء المهمة في الحياة مش بس الماديات؟ يعني إذا أنت توافقني الرأي إن الأمم المتقدمة دائما يعني عندهم بلانينج في كل تفاصيل حياتهم. صحيح. علشان كذي هم في القمة وفي المقدمة، وإحنا نقدر مو ما نقدر. راح ناخذ منك الإجابة ولكن بعد هالفاصل وراجعين لكم مشاهدينا الأعزاء. مشاهدينا الأعزاء رجعنا لكم مع ضيفنا الكريم اللي منورنا بالاستديو الأستاذ علي دشتي، ونتكلم عن التخطيط الجيد والسليم للإنجاز في هذه السنة الجديدة. يمكن قبل الفاصل كنت أقول لك إن ليش الواحد ما يخطط علشان يرتقي علشان يحقق أهدافه مش بس على المستوى المادي، مثلا أخطط حق سفر أخطط حق مشترى، لكن الواحد يخطط يومه صح، يخطط مستقبله، يخطط مستقبل عياله، لأن دائما نشوف الأمم المتقدمة دائما يخططون علشان كذي هم في القمة وإحنا نقدر نكون في القمة ما ينقصنا شيء. أكيد 100% نعم. ورود التقوياج في الواقع في أكثر من سبب، لعلهم سببين هم الأساسيين. أول شيء قلة الوعي بأهمية التخطيط. غالبا ناخذها على ضحك او ما ناخذها محمل الجد. صح. وهذا احنا ندفع ثمنه بعدين. الشغله الثانيه ممكن يكون في وعي بس ما في مهاره. نعم انا نعم مهتم بهذا الشيء بس ما عندي النو هاو او شلون اسويه، شلون طريقه المهاره الاداء بالضبط المهاره. فطبعا باختصار شديد عشان اختصر، البعض يقول والله عشان اخذ مهاره هل لازم ادش دوره تدريبيه وكذا. اقول لكم في كتب تتكلم عن التخطيط الاستراتيجي الفردي، شلون تحط لك رساله ورؤيه وهدف وقيم في حياتك، في كتب وفي مقاطع باليوتيوب ببلاش. بس شوي تعب نفسك افتح من الموبايل، يعني وانت قاعد بالشاليه الحين الجو حلو افتح الموبايل، كثر ما احنا نقعد مع السوشيال ميديا شوي خلينا نقعد يعني نفتح اشياء مفيده نستفيد 100% حتى بالسياره تسمع. صح. بالضبط. فبالموبايل اقول لك اياها، باليوتيوب اكتب استراتيجيك بلاننج فور انديفيدجوالز بالانجليزي، بالعربي التخطيط. صح. الفردي للمؤسسه، عفوا التخطيط الاستراتيجي للافراد. وفي كتب ما ازكي كتاب معين، انت روح وشوف العناوين المناسبه واقتنيها واقرا زين. وفي دورات ايضا، وفي دورات اذا حبيت تتعمق زياده تقعد مع كوتش او تاخذ لك 1 تو 1 سيشن مع لايف كوتش مثلا. وايد يونا ناس يبون يعني ياخذون بالضبط الموضوع على محمل الجد. وترى يعني ات وركس،
يعمل بشكل ممتاز عن تجربة شخصية معي ومع غيري نعم يحدث تغيير جدا كبير. زين نفس ما تفضلتي يعني ممكن ليش البعض ما يهتم الجانب اللي ممكن نعطي وعي فيه بشكل سريع أن البعض يعتقد بأن الحياة مقصورة على أداء عملي والاستمتاع. أداء عملي الصبح أنا أكون وظيفتي أو أخلص دراسة وأشتغل وأني أستمتع في حياتي أشتري أسافر أطلع جيد لا بس أنك تستمتع ولا أكيد يعني نبيك تقصر أنك تشتغل وتكون بس إحنا نتكلم على أن في شيء اسمه ديفلوبمنت أبي أتطور تطور جداً أبي أتطور زين هل موضوع مشاعري وصحتي النفسية مرتبطة فقط لما أقتني أشياء مادية لا ساعات إحنا عندنا أشياء مادية بس ساعات الواحد من الأرق ما يقدر ينام من التفكير عنده مشاعر للحين ما زال عايش فيها بالماضي مسؤولياته تكون أكثر لما الشخص يقتني الأمور المادية راح تكبر المسؤولية ويكثر التفكير يعني أنا بشكل عام إحنا مو مشكلتنا بالأمور المادية اللي هي التقصير بالأمور المعنوية المعنوية صحيح الأمور المعنوية يعني مثلا دائما أقول هذه المال ممكن يشتري حق الشخص أغلى ساعة بس ما يقدر يجيب له يشتري له الوقت ممكن يشتري له أغلى دواء وأحسن علاج في الخارج بس ما يشتري له الصحة والعافية ممكن بالمال صح. الواحد يكسب شهرة ولكن ليس كل مشهور محترم صح معلش صح ولا فممكن في أمور تأتي بالمال بس في أشياء ما تأتي بالمال زين أنا أفكر فيها هذه الأمور وايد مهمة الاحترام العلم أمور كثيرة الصحة والعافية والوقت ما تأتي بالفلوس زين الوعي اللي أنا بخلقه شنو أو اللي إحنا نبي ننوه عليه أن الحياة خلنا نأخذها كأنها عجلة إحنا نسميها لايف سايكل بالضبط العجلة هذه نقسم العجلة هذه إلى شرائح مثل شرائح البيتزا كل شريحة نعطيها ركن أو إحنا نسميه جانب من جوانب حياتنا فأنا ما أحط أهداف فقط في جانب واحد لا أحط في الجوانب هذه كلها كامل. بالضبط شنو هذا الجوانب باختصار عندي الجانب أول شيء الروحي اللي هو متمثل علاقتي رب العالمين والجانب القيمي شنو تجاهتي شنو واجباتي تجاه شركاء وطني تجاه وطني هذا جانب قيمي هذا يعني سائر المخلوقات ما يتشاركون فيه مع الإنسان جانب عقلائي منطقي أيضا الجانب النفسي مشاعري هل أنا عايش في الماضي بأحزان والله يقول ولا تأسوا على ما فاتكم معناته ما أحزن على أشياء هل أنا أعيد النظر في حياتي هل أنا ما زلت عايش في الماضي على آلام أنا للحين عايش فيها مشاعر قديمة بالضبط مواضيع ممكن هني أوكي شنو أسوي أتعلم ولا أتألم من التجربة لأن الحياة مو نفس المدرسة المدرسة يعطونا الدرس بعدين يمتحنوننا الحياة تمتحنك بعدين تتعلم فإحنا دائما نقول ما يخالف سقطت بالامتحان أو يعني واجهت الامتحان هذا مو سقوط أخذ الدرس فلان علمني هالظرف علمني احيانا الدوله تتعلم امه تتعلم احنا الكويت تعلمنا من تجربه الغزو تجربه الغزو الخطا مو غلط لا بالعكس انا عندي لما ما اخطا ما تعلمت على اذا ما تاخذ العبره فعلا لان اذا انا اليوم ما اعمل ما راح اخطا اعمل وراح اخطا وراح اتعلم صحيح فهذه هي عكس صح كلامك نعم يعني الدنيا دروس يعني 100% يعني فقيس جانب المشاعر انا الجانب النفسي بعدين عندي الجانب العملي اشوف هل انا فعلا يعني واصل الى الرضا الوظيفي هل انا بالمكان المناسب هل يوافق ميولي قدراتي ولا انا بالمكان الغلط اسمك اذا ما حطيناها في الماء راح تعاني لان مكانها الطبيعي في الماء طلعها من الماء احطها ببيئة ثانيه مع الطيور ما راح تطير حتى لو اعطيها دكتوراه ماجستير في الطيران ما راح تطير لان مكانها في الماء هل أنا في المكان المناسب لي أعيد النظر بعدين عندي أيضا الجانب الشخصي عندي جانب الترفيه عندي جانب المجتمعي عندي الجانب الصحي عندي الجانب الأسري. المالي الأسري. الجانب الاجتماعي الأسري. والمجتمعي ها في فرق بين فإذا أراجع وحاسب علاقاتي ودائما الجمعيات تسوي جرد فهم ما يمنع نسوي جرد حق بعض الأشياء في حياتنا يعني طبعا الحديث الشيق هذا حتى ورود أو أشرت على نقطة بس قبل ما نستكمل باقي حواراتنا مثل ما قلتوا الحياة عبارة عن 90% طبعا 10% لحظي 90% ردة فعلي عافية. قراراتي طريقة صحيح. فكري تعاملي مع الموقف مع الموضوع صحيح. مهما كان الموقف اللي انت تصادفه انت شلون طريقتك تتعامل وياه تحتويه يمكن تاخذه بطريقة انفعالية يمكن تهدي هذا يعتبر لي قناعاتك الشخصية يبتم موضوع المجتمع والأسرة طبعا احنا الحين نتكلم على موضوع مهم احنا اليوم في بداية السنة الجديدة طبعا في بداية السنة دائما الناس تحاول ان تتفكر بصلة الرحم الأسرة هي طبعا لبنة المجتمع واحد يود ان يحسن العلاقات مع الأقارب مع الأسرة القريبين وحتى البعيدين صحيح. إنه طبعا يزيد الود بينهم ويزيد التلاحم عن طريق طبعا مشاركة مثلا الحين وقت ناس تحب تغير جو مثلا بالويكند تروح مثلا كشتات تروح مخيمات أو أماكن كذي مفتوحة الدور جمعة الأهل الشغلات البسيطة هي تزيد الود والمحبة وإحنا خصوصا إن إحنا مجتمع عندنا سوشيال لايف بالضبط يعني موجود هالشيء هذا متأصل فينا الحياة الاجتماعية صحيح هذا جانب وايد مهم إن الإنسان
الإنسان يعزز علاقاته بشكل عام ويديرها. ما في علاقة ما تكون معرضة للتوتر بشكل عام، أي علاقة معرضة للتوتر. نفس ما تفضلت عزيز، في شغلات خارجة عن إرادتي، وغالبا إحنا نقول هذه تقريبا 10% 90% ردة فعل تجاهها. أقل شيء أنا لازم أحدد موقفي، يعني في ظروف أو مثلا أحداث تصير في حياتي سواء شخص أو ظرف، أحتاج أخذ قرار، هل أواجه الآن أو أؤجل المواجهة لحد ما تهدى الأمور، أو لا والله أصبر عليها. في شغلات ما لها الحل إلا الصبر ترى. أوكي، مع اللجوء إلى رب العالمين أن الله يساعدني على شنو هو الشيء اللي فيه خير لي، يعيني بالضبط. يعني لازم أطلب من الله تساعدني على هذا الشيء. أحيانا إحنا في أمور كارهينة في حياتنا، بس الله يقول وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. إحنا قد يكون الرسالة في هذا الجانب، أنت بادر. يعني لا يحل المسلم أن يهجر أخاه لثلاث، كذي بالحديث عندنا بما معناه. إذا فبال كذا أهلك، يعني لو كان في نوع من التوتر بالعائلة وكذا، من داخلك لا تشيل شيء، حتى لو ما صار في تواصل. أنا دائما أقول من داخلك خليك قد ما تقدر نظيف، ادعي حق هذا الشخص بالهداية. يجي اليوم اللي راح الله يجمعكم فيه إذا أنت نيتك صافية. يعني دائما حتى لما الخطاب الإلهي للرسول الكريم يقول له واهجرهم هجرا جميلة. الحين في ناس تهجره اللي أذونه واللي كانوا كذا ذاك الوقت. جميلة يعني شنو؟ يعني بدون إساءة، بدون إساءة، بدون أتكلم من وراه وحش فيه وكذا، لأنه بس قد يكون عايش حياته ما يدري عني. صح. وأنا اللي منقذ ومحتار، ليش لا؟ بالعكس، أنت من وراه أهدي له بالهد، يعني أدعي له بالهداية وبالخير. عشان من داخل تكون، هو مو بس إن الواحد يكون بالسلام الداخلي، يعني أي منقذ بنفس الوقت تأخذ سيئات. بالضبط، لأن ما له داعي الواحد يعني هم بالدنيا وهم بالآخرة يدفع ثمن. خسرت صحتي نفسية ومزاجي وخسرت آخرتي. بالضبط، فما يحتاج. أستاذ علي، يعني قبل لا نختم لقائنا، صراحة الكلام معك شيق وجميل ومفيد وثري، بس نحب ان توضح لنا شلون الشخص. احنا ما نبي بس نكون عمليين. نعم. اوكي، حطينا خطه وحطينا اهداف ورسمناها وحققناها، ولكن ايضا شلون الواحد يقدر يدخل العمل التطوعي في السنه الجديده. لان هذا العمل التطوعي جدا مهم لارضاء الذات، لارضاء رب العالمين. صح. يضيف قيم يعني جميله للروح، للإنسان نفسه قبل المجتمع، وأيضا بالمقابل هي علاقة عكسية، أنت تفيد نفسك وتفيد مجتمعك. بالضبط، 100% أنا أتفق معك عن تجربة أمانة. نعم. ويعني نختب هالمحور لأن أتوقع محور وايد مهم. أول شيء، العمل التطوعي من أسباب إفراز هرمونات السعادة، الأندورفينات السعادة عند الإنسان. نعم. هذه الأندورفينات المسؤولة عن السعادة تفرز لما الإنسان يبتسم. نعم. يمارس الرياضة، لعبه رياضة على الأقل نص ساعة باليوم، 7000 خطوة بالحد الأدنى، مو شرط 10000، البعض يقول 7000 وايد زين. والعمل التطوعي، العمل التطوعي مو محصور بأن أنا أروح مثلا دار المسنين ولا عنده واحتياجات الخاصة وكذا. ممكن الأم تتطوع في البيت أو تنوي التطوع في البيت، لمن هي مثلا حتى تدرس عيالها وتنظف بيت، هذا مو واجب عليها، هذا يعتبر عمل تطوعي. الزوج لمن حتى يساعد زوجته في مهام البيت، أو يساعد أو يخدم أفراد أسرته وعياله في أمور مثلا يعني ما له علاقة فيها بشكل مباشر، أيضا هذا يعتبر عمل تطوعي. شو المشكلة أن حتى الواحد في بيته يمارس أو مع أسرته؟ دائما الإنسان سوى دراسة على الوظائف اللي فيها سعادة، فاكتشفوا أنه ماكو وظيفة فيها سعادة، بل في مؤشرات تخلي الإنسان سعيد. شنو هذه الوظائف؟ أي عمل يرتقي بالمجتمع يخلي الإنسان سعيد، أي عمل يضيف قيمة للآخرين. فلو إحنا ننوي بداية السنة أنا بكون added value حق الناس، بيضيف قيمة حق حياة الآخرين، تطوع وحتى من خلال عمل اللي أنا قاعد أخذ عليه راتب، أسوي المعاملة وأخلي قدامي يبتسم، شو المشكلة؟ خل أنويها كذي، أتوقع هذا هدف وايد حلو. جميل. كذلك أن أرتقي في مجتمعي. أحب أذكر أن ترى الكويت تحررت بالعمل التطوعي، المقاومة والناس اللي استشهدوا ورحم الله، يعني الله يرحم شهدائنا ويعني صبر أهلهم، وإحنا فخورين فيهم وأهل ديرتنا. الكويت تحررت، يعني عمل تطوعي رجع أمه، رجع دولة. خلنا نتذكر هذا الدرس، أتذكر يعني صح. أتوقع درس الغزو خير عبرة إحنا ممكن نذكر فيه. لو كان في تطوع بالجمعيات، كان في تطوع بالمستشفيات، كان في تطوع في كل مكان، بالفرجان. نعم. يعني نعم. الكل اشتغل في وقت. بالضبط. حتى المسؤولين اللي كانوا خارج الدولة أثناء إرسالهم للأموال والمؤونة والمساعدات، الكويت انتفضت كلها تطوعا. صح. وردت لنا السيادة وردت لنا. أتوقع هذا يعني الكويت الحين محتاجة أن نتطوع عشان ننهض مرة ثانية. أستاذ علي، شفناها مرة ثانية بكورونا، بكوفيد 19. نعم. ردت تكررت التجربة في كوفيد 19، أن كل الناس تطوعوا.
بنفس الأماكن في المستشفيات، في المجمعات يعني الجمعيات، في الأماكن اللي استقبلوا فيها يعني المسافرين، فكان في عمل تطوعي جميل 100%. بس أحب أستدرك النقطة لا تروح عن ذهني على السريع، العطاء قبله في خطوتين وايد مهمين. قبل العطاء لازم يكون في حب، الإنسان اللي ما يحب ما يقدر يعطي. قبل الحب لازم يكون في تسامح، تسامح بمعنى التقبل، يعني أول شيء لازم أتقبل الآخرين بمعنى احترمهم، حتى لو اختلفت وياهم لازم أتقبلهم. الناس إما أخو لك في الدين أو نظير لك في الخلق، لازم أتقبله. إذا تقبلت الناس بدون تفرقة راح أقدر أحب، إذا حبيت راح أقدر أعطي، والعطاء هي السعادة. نعم. هذه المعادلة. طبعاً إحنا ختمناها بالتسامح والحب وأيضاً النية الصافية. شكر لك على وجودك ويانا. الله يحفظكم. شكر لكم. طبعاً كل الشكر للاستشاري في تطوير السلوك الفردي والمؤسسي أستاذ علي دشتي. فاصل مشاهدينا ومن ثم نعود. الإدارة العامة للجمارك في عام 2022 كانت لهم إنجازات عديدة ومتنوعة، ومنها ارتفاع أعداد الضبطيات الجمركية في المنافذ. برغم تنوع الممنوعات واختلاف مصادرها مع القادمين للكويت، ولكن جهدهم وعملهم كان متميزا في العام الماضي، ونأمل الاستمرار بهذا النجاح في العام الجديد ورود. نعم عبد العزيز، وأيضا لوزارة التجارة وإصدار توكيل السيارة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني والخدمات الجمركية في تطبيق سهل، إطلاق خدمة التراسل الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المراجعين والموظفين طبعا والشركات، وهذا جهد يواكب التطور الإلكتروني. خلونا نشوف إنجازاتهم ونعود لكم مرة أخرى. الإدارة العامة للجمارك في عام 2022 كانت لهم إنجازات عديدة ومتنوعة، ومنها ارتفاع أعداد الضبطيات الجمركية في المنافذ. بالرغم من تنوع الممنوعات واختلاف مصادرها مع القادمين للكويت، وزادت الإدارة العامة للجمارك أعداد المفتشين من خلال تعيين 500 مفتش جمركي من خريجي هيئة التعليم التطبيقي والتدريب. وأيضاً تم تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية. وفي عام 2022 زود رجال الجمارك بالحقيبة الجمركية بما يحتاج المفتش الجمركي من مستلزمات التفتيش وفحص الأمتعة. ومن القرارات الجديدة للإدارة العامة للجمارك حظر تداول مواد تدخل في تركيبة مستحضرات التجميل، واعتماد وثيقة سفر الصقر المؤقتة الصادرة من الهيئة العامة للبيئة، وإصدار توكيل السيارة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والخدمات الجمركية في تطبيق سهل، إطلاق خدمات التراسل الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المراجعين والموظفين والشركات. أمنيات الناس في العام الجديد بإذن الله ستكون مليئة بالنجاحات والتفوق وأيضا تحقيق الطموحات. أكيد. إذا نذهب إلى أمنيات الناس في العام الجديد مليئة بالتفاؤل، خلونا نشوفها مع زميلتنا ريم التيتون. راحت سنة على خير ويتنا سنة نتأمل فيها الخير، وبما أن احنا في 1/1/2023 راح نسأل الناس والشباب شنو خططهم وأهدافهم وأمنياتهم للسنة الجديدة. الإنسان كل ما يكبر كل ما يصير واقعي زيادة وغنوع، فإن شاء الله بخليها سنة غناءة بإذن الله. إن شاء الله نتمنى أن تكون السنة الجديدة بإذن الله سنة سعيدة على الجميع وعلي بإذن الله. نتمنى لها الأمن والأمان على طول إن شاء الله الكويت. إن شاء الله خطتي الجديدة أني أتخصص التخصص اللي أبيه، وإن شاء الله توظف الوظيفة اللي أبيها. خطة مبدئية الحمد لله كعرفت أنا متخرج بكالوريوس، بإذن الله أني ناوي أكمل ماجستير على قولتهم، هذه خطتي المبدئية من أولوياتي حق السنة هذه. خطتي إن شاء الله أكمل شهادة الدكتوراه إن شاء الله بإذن الله. خطتي بالسنة الجديدة أول شيء أن أرجع النادي، لأن الفترة اللي طافت كنت مصاب مدة 3 شهور، فما كنت ألزم لا تمارين ولا مباريات، طافتني أشياء واجد يعني بالنادي، فودي أني أرجع ألتزم أكثر بالنادي وأرجع نفس قبل يعني. والله حاب أفتح مشروع زين، مشروع شخصي حقي،
ومعي واحد من ربع شريك، وإن شاء الله يعني الله يوفقنا وبس. يعني أكمل على الوظيفة إن شاء الله، أكمل جامعة إن شاء الله، تطرق على التخصص التربية بدنية بإذن الله، إن شاء الله إنه يكون مبطل. والخطة الثانية أن يعني أتفوق، أجيب معدل حيل زين بالتخصص اللي أنا فيه، تخصص الحقوق، عشان يعني التخصص الحقوق بالذات إنه يبي له معدل حلو، يعني مو أي معدل، يعني 90 وأنت صاعدة يعني. فأتمنى أن أجيب معدل اللي بخاطري يعني، وأتوظف الوظيفة اللي أنا أبيها. ضيفنا القادم الدكتور أنور الشريعان، أستاذ الاقتصاد ورئيس برامج الدراسات العليا في كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت، والحديث حول أهمية النمو الاقتصادي والرؤية الاقتصادية الجديدة في الكويت. حديثنا الآن سيكون عن حالة التعافي الاقتصادي في العام الحالي 2022 بعد جائحة كورونا اللي شلت الاقتصاد في العالم. فرح يكون معنا اليوم الدكتور أنور الشريعان، أستاذ اقتصاد ورئيس برنامج الدراسات العليا في كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت، يحدثنا عن الاقتصاد في عام 2022 وأيضا رؤى الاقتصاد في عام 2023. حياك الله معنا دكتور. الله يحييكم. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. حياك الله دكتور، منورنا بمساء الخير الكويت بتلفزيون الكويت، وهذه السنة الجديدة نقول لك كل عام وأنت بخير. أنت بخير، متشرف دائما من يكون موجود في تلفزيون الكويت يعني، وشرف لأي مواطن كويتي أن يكون ضيف في هذا التلفزيون الوطني. يا هلا ومرحبا فيك دكتور. بالبداية نبي نتكلم عن الانفتاح، طبعا انفتاح الاقتصاد في عام 2022 اختلف عن الأعوام الماضية بسبب تأثير جائحة كورونا. طبعا جائحة كورونا كانت جائحة يعني حديثة أو مستحدثة على مستوى الاقتصاد العالمي. احنا متعودين في الاقتصاد أن نتكلم عن الهزات الاقتصادية، ممكن تكون حروب، كوارث طبيعية، ولكن كورونا أدت إلى شلل كامل في الاقتصاد العالمي. بعد كورونا اللي هي بداية عودة الحياة الطبيعية، هذه الفترة انخلقت مشكلة جديدة في البداية. إن إحنا الحين قاعد نتكلم إن كل الاقتصاديات بدأت تنفتح، زاد الطلب على السلع والخدمات، الإنتاج مو قاعد يلحق، أدى ارتفاع السلع والخدمات، فواجهنا في البداية في بداية 2022 ارتفاع في معدلات تضخم أسعار السلع والخدمات بشكل عام بسبب زيادة الطلب، أن كل الناس تبي تشتري، وفأنت تبي شيء يتوصل لك بسرعة فلازم تدفع عليه أكثر. فشفنا موجة من ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وكنا نتوقع أن هذه مؤقتة ستزول مع الوقت، ولكن حدث أمر آخر اللي هو أيضا تضخم في اللي احنا نسميها عوامل أو عناصر الإنتاج اللي داخل في الإنتاج، وبشكل أساسي عندنا الطاقة يعني نفط وغيره، وبسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا بعض المواد الغذائية الأولية أيضا بسبب الحرب، فصار عندنا أسباب ثانية للتضخم. فنشوف أن في أوروبا وأمريكا معدلات التضخم صارت إلى أرقام مهولة جدا، نتكلم 40% رقم يخرع كبير، يعني نشوف 7% رقم عالي جدا، فما بالكم 40%. نعم طبعا دكتور، موضوع التضخم هو موضوع كبير، أنت مثل ما تفضلت في أوروبا ارتفع أكثر من 40%، إذن هذا شنو أثر على المجتمع من خلال هذا التضخم في أوروبا وفي دول العالم؟ طبعا يعني التضخم الآن أصبح ظاهرة عالمية، وهذا أيضا أمر خطر مثل ما قلت، هو مسببين، المسبب الأول ارتفاع الطلب بعد كورونا، والمسبب الآخر هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، فالشيء صار مكلف أن تنتج بشكل أكثر. الآن يختلف تأثير التضخم على دولة مثل الكويت عن أوروبا عن أمريكا. إحنا التضخم نواجهه في ارتفاع السلع والخدمات، لأن إحنا نستورد تقريبا أغلب السلع والخدمات، فبالتالي إحنا قاعد نستورد التضخم، إحنا نسميه تضخم مستورد، قاعد نستورده من الخارج. جرت العادة في الدول أو في الاقتصاديات العالمية من آخر 50-60 سنة أنك تتعامل مع التضخم في تقليل السيولة، تقليل السيولة قلل الكاش عند الناس، اللي هو عن طريق رفع سعر الفائدة. تشوفون أغلب العالم قاعد يرفع سعر الفائدة، هدف مننا أقلل السيولة، فأنا قاعد أقلل الطلب على السلع، فلما تقل الطلب على السلع راح يقل التضخم، يقل سعرها. ولكن هذا غير حقيقي في هذه الحالة تحديدا، لأن عندنا مسببات اللي هي في تكاليف الإنتاج. هذه حتى لو قل الطلب ما حد راح يبيع بأقل من التكلفة. فيجب أن يكون التوجيه الآن خلال الفترة القادمة هو يعني حل مشكلة أو مسببات ارتفاع الإنتاج. في اقتصاديات ديناميكية مثل الاقتصاد الأمريكي والأوروبي ممكن يتعامل مع التضخم العالي، يحاول أنه أوكي التضخم حين 40%، بس مهم عندي السنة القادمة، من السنة القادمة يكون ارتفاع بسيط، فيتعايش الاقتصاد ويصير عندهم ارتفاع أسعار. يعني لو نشوف مثلا على سبيل المثال
حتى بالكويت يعني، بس بشكل اكثر في اوروبا وامريكا. نعم. يعني تتكلم عن شيء كان قبل 20 سنه ب $100 اليوم $1000، بس الناس عايشه. أيه. متعايشه معاه. نعم. اوكي. نعم. في اقتصاديات ما تتعايش اللي هي مثلا غالبا تكون دخول فيها ثابتة أو ارتفاعها طفيف مثل الكويت، بس عندك تضخم عالي والدخول تقريبا ثابتة، ما قاعد تكون مرنة مع زيادة الأسعار، فما يصير في عندك تعايش، فيصير يعني يصير في خلينا نقول تدمر من الشعوب. نعم. اللي بهذه الطريقة هذه. طيب دكتور، هل هذا التضخم الاقتصادي ممكن أنه ينعكس على قوة دينارنا الكويتي أو القيمة الشرائية طبعا للدينار في السنة الجديدة؟ أسهل شرح لمفهوم التضخم هو أن الدينار يشتري أقل. الدينار يشتري أقل. العملة تشتري أقل، يعني مثلا احنا نقول العملة مع مثل الدينار معاد في منافسة أول دينار. أيه. قبل يحكي أوكي، فبالتالي قدرة الدينار على شراء أشياء أقل. أيه. هذا هو التضخم، فهو نفس التعريف. فاحنا نقول ما نقول تضخم معناته القدرة الشرائية للدينار تنخفض، الدينار قام يشتري أشياء أقل، فهي نفس الشيء. فمعناته يأثر التضخم هذا. إيه يعني ببساطة على العملة حتى لو هي أقوى عملة. اي 100% تتكلم اقوى عمله الحين موجوده مثلا الدولار الامريكي ومتاثر بالتضخم. احنا اغلى عمله يعني. أيه. احنا مو اقوى عمله. أيه. هذا مفهوم. أيه. مفهوم غير حقيقي كان. يعني زين تشرحها حق المشاهدين المفهوم يعني هذا. اوكي، احنا الدينار الكويتي يعني لازم نقارنه، هو 1000 وحده يعني 1000 فلس. أيه. اوكي، يعني مثلا ليش الريال العماني تقريبا 800 فلس والريال السعودي 100 فلس، هذا ريال ولكن ريال الامارات العماني 1000 وحده يعني 1000 مثلا فلس، ريال السعودي 100 هلله، الدولار الامريكي 100 سنت، احنا الدينار 1000 فلس. 1000 فلس اوكي. نعم. فالدينار من العملات المستقره ولها قيمه جيده، ويعني احنا الى الان من العملات اللي بعيده عن المضاربات وكذا. ونظام سله العملات اللي احنا نستخدمه لسعر الصرف هو نظام فريد ونادر في العالم، محافظ على متانه واستقرار العمله، المهم تكون العمله مستقره. نعم. اوكي، استقرار العمله هو الاساس وليس يعني قيمتها. يعني ليس قيمتها او قوتها. أي ولا أي. فهو مفهوم يعني الكلام يقولونه بس هو مو صحيح صح. أي. او مو مفهوم بالطريقه الصحيحه اللي حضرتك شرحتها. القوه الشرائيه، العمله القويه. أي. اللي تشتري سلع اكثر. نعم، في بنفس القيمه. هذا ونشكرك على هذه المعلومات اللي وضحت فيها الساده المشاهدين دكتور. أي. انور، لما ننتقل معك لموضوع مختلف، تكلمنا عن التضخم، تكلمنا عن الانتاجيه، نتكلم عن تنوع القاعده الانتاجيه، اهميتها. دائما احنا الحين في بدايه سنه جديده في 2023، دائما الاقتصاديين اللي وانت حضرتك استاذ في الاقتصاد في جامعه الكويت، نتكلم عن تنوع القاعده الانتاجيه حق اهداف طويله المدى، نتكلم عن التنوع هذا ياثر ويوفر ويطور حتى الاستثمار في الكويت. أكيد. طبعا احنا مفهوم تنويع مصادر الدخل مفهوم قديم بالكويت ودائما يعاد ويتم تكراره. الآن لما نروح حق دولة الكويت، هل دولة الكويت نوعت مصادر دخلها في آخر 60 سنة ولا 50 سنة؟ الإجابة بالتأكيد نعم. هل كانت تجربة الكويت ناجحة؟ ناجحة جدا جدا جدا. جميل. أوكي، شلون؟ الكويت قررت أن تستثمر في صندوق الأجيال القادمة. صندوق الأجيال القادمة اليوم العائد ماله تقريبا يعادل عائد النفط، فبالتالي أنت وصلت حق مرحلة أنت إيرادات الدولة وليس الحكومة، إيرادات الدولة، لأن الحكومة إيراداتها مختلفة، ولكن إيرادات دولة الكويت الآن هي 50% تقريبا من النفط و 50% من المستثمرات الخارجية. طبعا. فبالتالي احنا حققنا مفهوم تنويع مصادر الدخل في هذا الجانب. الآن الكويت اتخذت قرار سيادي وتاريخي ان هذه الاموال تعتبر احتياطي للاجيال القادمه، او احتياطي متى ما احتجنا احنا نستخدمها. احنا استخدمناها بالغزو، استخدمناها في فترات اخرى، تم الاقتراض منه ايضا بعد التحرير، فبالتالي هو احتياطي موجود. فاحنا نجحنا في جانب ان نوعنا مصادر الدخل. جميل. الان هل مطلوب منا ان احنا ننوع مصادر الدخل اكثر؟ بالتاكيد، ولكن اقتصاديا دائما احنا ننصح، او لما ندرس الاقتصاد او ندرس الاقتصاد نتكلم ان كل دوله يجب ان تركز على الميزة النسبية بالنسبة لها، شنو أنا عندي ميزة غير عن الاقتصاديات الأخرى. نعم. وأقدر أستثمر فيها وتكون هي قاعدة للإنتاج. الكويت عندنا احنا ميزتين أساسيتين. على وهم دكتور. الميزة الأولى النفط، فبالتالي يجب أن يكون أي تنويع لمصادر الدخل مرتبط بالنفط بطريقة أو بأخرى. نعم. أوكي؟ لأن هذا شيء موجود عندك وله قيمة مضافة كبيرة جدا. النقطة الثانية الموقع الاستراتيجي، فمفروض نحن نستفيد من الموقع الاستراتيجي بطريقة مختلفة. أن مثلا أنه ممكن يكون احنا كوسيط بين الجزيرة العربية. نعم. على مشاربها، وبين. نعم. مثلا آسيا وأوروبا. نعم. يعني في أفكار كثيرة أيضا. مهم جدا الآن في قضية التكامل الخليجي.
يعني النقطتين مهمتين ومتناقضتين. نعم. يعني الآن أي متناقضتين. النقطة الأولى إنه يجب إن إحنا يكون في تكامل، ما ندش في منافسة، يعني مثلاً مو من الطبيعي أو مو من الصواب إن أنت تنافس أسواق قريبة منك وأنت السوق الأصغر، يعني أنت مفروض يعني تستقطب هذه الأسواق. بالنهاية إحنا كم 4 مليون، السعودية تقريباً 30 مليون، إيران 150 مليون، العراق 60 مليون، فأنت عندك أرقام مهولة أنت كسوق قليل يعني صغير. فيجب أن تنتج أشياء تكون عندك ميزة نسبية تقدر تنافس هذه الأسواق. وشفنا ايضا في كورونا انه مهم ان انت تنمي بعض الاسواق اللي عندك حتى لو لم تكن مجديه اقتصاديا او مجديه تجاريا. يعني مثلا احنا عندنا تجربه بالكويت، تجربه رائده جدا، يجب ان يكون فيها استثمار اكبر وخلينا نقول دعمها ان تكون أكبر. شيء اقليمي اللي هي شركه المطاحن الكويتيه وشركه صحيح. التمويل الكويتيه. شفنا احنا في فتره كورونا شلون كانت مؤثره وادت الى استقرار خلينا نقول الامن الغذائي في الكويت. صحيح. عندنا ايضا شركات وطنيه المفروض ساعدها تنافس مثلا مثل كي دي دي مثلا وكي دي كاو في مجال الالبان والتغذيه. ففي بعض الصناعات حتى لو لم تكن يعني تجاريا مربحة يجب دعمها وتنميها وتساعدها تتحول للربحية. أهميتها موجودة حتى لو ما تكون مربحة. بالضبط. طيب دكتور كلمني عن أهمية تعزيز الكوادر البشرية طبعا في الخطة الاقتصادية للكويت 2023. يعني احنا دائما ندعي او نقول او نتداول قضية ان مخرجات التعليم لا تتواكب مع حاجة السوق، وهذا كلام الآن عمره 15 سنة وأكثر، أنا على الأقل أنا أسمعه بطريقة مكثفة. الآن شنو حاجة السوق؟ هذا السؤال غير واضح إلى الآن. يعني يجب من يحدد يعني تدريب وتنمية الكفاءات الوطنية يحدد شنو الكفاءات اللي أنا محتاجها. يعني إحنا اليوم عندنا واجهنا عندنا تضخم في أعداد هندسة البترول، مو قاعد يحصلون وظائف. فيجب أن يكون في توجيه سواء في البعثات الداخلية أو البعثات الخارجية أو حتى في جامعة الكويت. للأسف هذا قرار يعني أكثر سياسي، عرفت شلون؟ يعني مو صح. أنا كوني كم مسماك أنا أستاذ اقتصاد بدراسات العليا يعني. نعم. إيه. بس أنا أقصد أنه مو صح أن أنا أترك الخيارات بناء على رغبات الأهل والأطفال. مو صح أن كل يكون عندي مهندسين. النقطة الثانية أيضا إحنا عندنا أعتقد يجب إعادة النظر في قضية سلم الوظائف والرواتب. أيضا خطأ استراتيجي إحنا بالكويت وقعنا فيه إن دائما الرواتب مرتبطة بالشهادة مو بالوظيفة. نعم. يعني أنت شهادتك هندسة تأخذ كادر، شهادتك قانونية تأخذ كادر. فالكادر مرتبط بالشهادة وليس بالعمل اللي تكون فيه. المفروض الرواتب تكون مرتبطة بالعمل اللي قاعد تكون فيه عشان يكون في إنتاجية أكثر. فصار عندنا هدف إن نحصل على شهادات وليس إن نكون متعلمين مبدعين في مجالات معينة. أنا متأكد مثلاً في وزارة الإعلام في ناس فنيين رائعين جداً وشهاداتهم أقل من ناس مع شهادات عليا يمكن وما يقدرون يقوموا في هذا الدور. فبالتالي يجب مراعاة أوكي وتطبيق مفهوم أن أجر مقابل عمل. إحنا نسمي هذه أجور والأجر مرتبط بالعمل. لما ليش نسمي معاش تقاعدي؟ لأن المعاش التقاعدي مو مرتبط بعمل. فالأجر يجب أن يكون مرتبط بعمل. العمل هذا ممكن يكون عمل فكري أو جهد بدني أو غيره حسب إنتاجيتك. ويكون توجيه الكوادر بهذه الطريقة. أنت لما تشوف أن أنا أروح حق وظيفة أشوفها ممكن اليوم طاردة، ولكن لما تكون مجدية حق اللي مستعد يشتغل راح يتوظف فيها. إذا تذكر يعني نذكر أو على الأقل أنا أذكر كنت أصغر مني أن كان الكويتيين يشتغلون في محطات البنزين. ليش؟ كانت مجدية، يتخرج من الثانوية 260 دينار، تخرج من الجامعة 460 دينار، هناك بعد الثانوية يتوظف 500 دينار. فمستعد الشاب الكويتي يشتغل مسؤول محطة بنزين. فلأنه مجدية. نشكرك الدكتور أنور بشريعان، شرفتنا ونورتنا وكل عام وانت بخير، وأهلا وسهلا فيك في مساء الخير يا كويت وتلفزيون الكويت. وكل عام وانت بخير، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة وجميلة للكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو سمو العهد. نتمنى إن شاء الله أن في 2023 نشوف كثير من أحلام الكويت، أحلام الكويتين تتحقق بإذن الله. اللهم آمين. شكرا لك. نعم، وكل شكر أيضا للدكتور أنور شريعان أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت على هذه المعلومات تفضل فيها للسادة المشاهدين. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود.
سنذهب الآن مشاهدين الإنجازات المؤسسات الحكومية، ولكن سنكون معنا طبعا ستكون معنا وزارة الإسكان اللي لها جهد كبير في عام 2022 في خدمة المراجعين. زميلتي ورود. نعم عبد العزيز، وزارة الإسكان في الوحدات السكنية تم توزيع الوحدات منذ عام 1956 وحتى 2022، بلغ التوزيع 102 ألف قسيمة و60 ألف بيت و1364 شقة. وخلال عام 2022 جاء العمل على وضع الخطة طبعا لاستدامة التمويل الإسكاني لدعم ميزانية المؤسسة، جهد متواصل. خلونا نشوفها مع بعض. المؤسسة العامة للرعاية السكنية لها إنجازات في عام 2022، ومنها تسليم البنية التحتية لمشروع المساكن الميسر والبدء في توزيع القسائم في مشروع جنوب سعد العبدالله السكني، والانتهاء من 98% من المباني الخدمية في منطقة جنوب عبدالله المبارك، وميكنة ما يقارب 90% من خدماتها العامة وإضافتها إلى منصة سهل، وتكويت ما يقارب 95% من موظفي المؤسسة للرعاية السكنية. وفي عام 2022 البدء في تجهيز أوراق مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية وطرح توسعة مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية بواقع 35 ألف وحدة سكنية جديدة، وإحالة حزمة تشريعية لمجلس الأمة لإقرار قوانين الاستثمار والمطور العقاري، وإنجاز 110 ألاف معاملة للدورات المستندية المقدمة عن طريق تطبيق سهل. إجمالي الوحدات السكنية اللي تم توزيعها منذ عام 1956 وحتى تاريخها بلغ 102 ألف قسيمة و60 ألف بيت و1364 شقة. وخلال عام 2022 جاء العمل على وضع خطة لاستدامة التمويل الإسكاني لدعم ميزانية المؤسسة، ومن المتوقع في النصف الثاني من عام 2023 تنطلق أول مبادرة لمشروع المطور العقاري وتسريع عملية التوزيع على المخطط. وفي الربع الأخير من عام 2023 البدء في تنفيذ البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، وأيضاً البدء في تنفيذ البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. الهيئة العامة للشباب في عام 2022 لهم إنجازات وأعمال متنوعة، وخلال السنة في 2022 تم توفير 100 فرص عمل للشباب الكويتي بالقطاع المصرفي ضمن مشروع صناع العمل. زميلتي ورود. جميل عبد العزيز، ومن خلال عملهم المميز في الهيئة العامة للشباب جاءت الكويت الأولى عربيا وال27 عالميا في تنمية الشباب لعام 2022، ومن خلال بوابة أيادينا أطلقوا نظام عمل الساعات التطوعية للمواطنين. وفي معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته 45 تم توفير فرص تطوعية ساهمت في إنجاحه، وتم توفير دعم مادي 1000 دينار لكل فرقة من الفرق المسرحية التي تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان. طبعا إنجازات هيئة الشباب في 2022 خلونا نشوفها مع بعض. الهيئة العامة للشباب في عام 2022 لهم إنجازات وأعمال متنوعة، وخلال سنة في عام 2022 تم توفير 100 فرصة عمل للشباب الكويتي بالقطاع المصرفي ضمن مشروع صناع العمل، ومن خلال عملهم المميز جاءت الكويت الأولى عربياً والسابعة والعشرين عالمياً في تنمية الشباب لعام 2022. ومن خلال بوابة أيادينا أطلقوا نظام عمل الساعات التطوعية للمواطنين، وفي معرض الكويت الدولي للكتاب في دورة 45 تم توفير فرص تطوعية ساهمت في إنجاحها، وتم توفير دعم مادي 1000 دينار لكل فرقة من الفرق المسرحية اللي تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان. وأيضاً الهيئة العامة للشباب اسمحت في التسجيل للشباب الكويتي في برنامج المحكم التجاري الدولي اللي يستهدف الفئات العمرية من 23 إلى 35 سنة،
ولم تتوقف عند هذه الحدود، بل للمرأة والفتاة نصيب من خلال إطلاق مشروع كوني قيادية للقيادات النسائية الشابة، حتى وصل إشراك أكثر من 13,000 شاب وشابة كمستفيدين في برامج الهيئة ومشاريعها. مشاهدينا الأعزاء، في حلقة اليوم من مساء الخير يا كويت شفنا إنجازات كثيرة ومختلفة طبعا من جميع والكثير من قطاعات الدولة الحيوية، وهذه الإنجازات نفخر فيها ونتمنى تحقيق أهداف وإنجازات أكبر في سنة 2023 بسواعد أبناء الكويت لترتقي بلدنا الغالية الكويت. أنا ورود أقول لكم إلى اللقاء والختام مع زميلي عزيز. نعم، ومن أسرة برنامج مساء الخير الكويت نقول لكم طبعا أتمنى لكم في سنة جديدة حافلة بالإنجازات والطموحات والسعادة الدائمة وأيضا العمل الجاد. إن شاء الله اليوم نكون وفقنا اليوم في هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع السلامة.